طريق الخير أوله بر ونهايته فرحة، وإحنا في قلب طريق الخير، إحنا في وسط الخضار والنماء والطين، والطين ده هو بداية خلق الإنسان، والطين طالع منه الناس الطيبة. أنا بيشرفني فضيلة الشيخ سالم عبد الجليل العالم الجليل، والأول مرة نصور برة، وأنا أول مرة أنزل هنا مزرعة البر والتقوى المصرية، وحاجة جميلة وحاجة ترد الروح بصراحة، إننا نبقى قاعدين كده على أرض مصر الحلوة دي وكلها خضار وكلها غيطان مزروعة على مدد الشوف. وأعتقد إنه الإنسان اتخلق اصلا عشان يعمر الارض بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ازاي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ اهلا بيك وسهلا، سعيد جدا جدا في استضافتك النهارده. الله يكرمك ويبارك لك. هو الانسان اتخلق علشان يعمر الارض ولا عشان يقعد بيد ربنا ولا الاثنين ولا ايه؟ احكي لي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبعد. هو لا شك ان ربنا قال لنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مظبوط. لكن علمنا ان العباده دي ما هياش مجرد اقامه الشعائر، يعني في حاجة اسمها إقامة شعائر. أيوة. وحاجة اسمها عبادة. العبادة حضرتك بتشمل كل حاجة بنعملها ابتغاء مرضات الله من الصغيرة والكبيرة. أيوة. ألم يكن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في قضاء الشهوة وفي الحلال وفي بضع أحدكم صدقة؟ ولذلك علمنا إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة. فسيلة. الفسيلة حضرتك صغيرة النخلة. بالنخلة كمان، يعني دي هتطلع، أهي بدأت تورد، أهي بتطلع خيرها. انما النخله هتطلع بعد سنين. قال لي ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ اي حد فينا يتصور كده لما تقوم القيامه واحنا بنزرع، المفروض نسيب الزرع ونقوم نسجد. اه صحيح. او نصلي عشان تقوم احنا بنصلي. صحيح. يقول عليه الصلاه والسلام: فاستطاع الا يقوم اي من مجلسه، او الا تقوم اي الساعه حتى يغرسها فليفعل. اه. اذا اصبح غرس النخله في الارض ايه؟ طاعة لله، عبادة. وطاعة طبعا. النهاردة. يعني ونوع من انواع العمل. أيوة. اللي تختم بيه حياتك، تختم بيه الدنيا كلها بالضبط كده، واخد عليه اجر كاني اصلي. وجالي في القران امرين. أيوة. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه. ايوه. فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. خلاص الساعه دي سيبوا اللي في ايديكم وروحوا صلوا، ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الله. فأنا مأمور أن أروح الجامع وقت الصلاة، ومأمور أن أطلع أعمر الدنيا في الوقت الآخر. ولذلك سيدنا عمر لما شاف رجل قاعد في الجامع في غير أوقات الصلاة، فبيقول له: أنت قاعد كده ليه؟ قال له: أبدا بتعبد. قال له: ومن ينفق عليك؟ ما هو طبيعي كلنا محتاجين نفقات، من ينفق عليك؟ قال: أخي. قال: هو أعبد منك. شوف حتى التعبير كمان في صيغه افعل التفضيل. هو اعبد 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 بينفق وبيشتغل وبيسعى. أيوة. وبيصلي زي ما هو صلى. اه. صلي الفرض واطلع شوف مصالحك، ما عنديش مشكله، صلي النافله لما تبقى فاضي، صلي التراويح في رمضان ربنا يكرمك، بنستعد لها كلنا. انما وقت العمل وقت عمل. وقت الشعائر وقت شعائر. فما يطغاش جانب على جانب. ومن هنا يدرك المسلم ان عماره الارض دي هو تنفيذ لامر الله، هو انشاكم من الارض زي ما حضرتك تفضلتي اهو. أيوة. واستعمركم فيها. أيوة. اي طلب منكم عمارتها، عمار الارض طبعا. والطلب من الاعلى للادنى على سبيل الفرض. يبقى ربنا امرني نزرع واقلع وابني وعمر. وده السر اللي خلى الانسان هو خليفه الله في الارض. ان جعلهم في الارض خليفه. فالملائكه تجعل فيها من يفسد فيها سكنهم. احنا هو اولى. قال لهم: لا، اني اعلم ما لا تعلمون. لا لهم في الزرع ولا في القلع ولا في البنى ولا في التشييد ولا في الخلفه ولا في غيره. هتعمروا الارض ازاي؟ انا عايز اللي يعمر الارض يكون عنده هذه الاشياء، بس يعمرها بايه؟ بمنهج ربنا. الله. احنا بعد الفاصل هنقول لكم الارض دي مزروع فيها ايه، والارض اللي ورانا مزروع فيها ايه، باستفاضه بعد فاصل قصير. رجعنا لكم مشاهدينا، واحنا في قلب مزرعة البر والتقوى المصرية. الأرض اللي أنا قاعدة في وسطها دي فيها فول حراتي، أحلى أكلة مصرية جميلة. وبتفكرني بأيام الخير بتاعت زمان. واللي ورانا دي
النخل. أنا عايز أفهم فضيلة الشيخ سالم عبد الجليل، إيه علاقة النخل بالصدقات؟ يعني الناس بتركز في النخلة قوي، وإيه علاقة يعني إنه الواحد لو غرس نخلة أو زرع نخلة فيها ثواب؟ إيه النص اللي بيبين لنا ده؟ دعيني الأول أقول لحضرتك النخلة دي عمتنا. ايوه، امال ايه؟ ازاي مخلوقه من الطين هي كمان؟ ايوه مخلوقه من الطين. ربنا سبحانه وتعالى كما بين النبي عليه الصلاه والسلام خلق النخله من الطين. وكان سيدنا بيقول اكرموا عمتكم النخله. الله، ما هي اخطبونا ادم. ايوه فهي عمتنا. هو مش كل الزرع من الطين؟ ما لا معلش، بس في النخله بالتحديد الله خلقها من الطين. الزرع ربما يكون انشاه الله انشاء زي ما انشا كل حاجه في الكون. انما النخله اتشكلت من الطين. النبي قال لنا كده انها من الطين خلقت. تمام. وعلشان كده ارتباط الانسان بالنخله ارتباط نسبي بقى، مش مجرد يعني حضرتك ثمره وخلاص. اذا اضفنا لده ان النخل ما فيش فيها حاجه بتترمي ابدا. ايه بقى حضرتك انت عارفه في الفلاحين بيجيبوا بتاعنا وبيكنسوا بيه الجرين بالضبط كده. ايوه طبعا. والسعف بتاعه ومش عارف يعملوه ايه لحد ما هياخد الجزع ده ويشقه ويعملوا سقف. المسجد النبوي الشريف نفسه اللي عند عهد سيدنا عثمان كان سقفه الجريد ده. أعمدة المسجد أيام سيدنا صلى الله عليه وسلم كان هي بالنخل. من النخل ده. فالنخل له قيمته العظيمة جدا، فضلا بقى عن كونه بيطلع بلح بقى. بالضبط. والبلح ده نفسه أي منات ربنا سبحانه وتعالى. التمر ومختلف. والبلح طبعا مختلف ألوانه ومختلف طعمه ومختلف قيمته الغذائية، حاجات كتير قوي. لا، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كلها من التمر. ده يا هانم، احنا ارتباطنا بالنخل ارتباط الولادة. حضرتك النهاردة لما البيبي يتولد ايه اللي بيحصل؟ بنحنكه. صح، يعني دي السنة. حتى لو احنا جهلناها بس دي سنة. وعلينا ان نحييها. طب بنحنكه في ايه؟ الام ولا الاب بيجيب تمره كده ويمضغها وبالريق كده يمسح بيه فم الطفل او الطفله البيبي اللي لسه مولود. هو ينفع رمضان من غير وينفع العيد من غير فطره؟ لا. احنا حتى كنا فاكرين عيد الفطر عشان الفطره. هو الناس اعتادت حتى تقدم في الفلاحين بيقدموا طبق فيه البسكويت والكحك ويقدموا طبق فيه التمر او البلح. فارتباط الانسان بالبلح غير طبيعي. ايوه. تعالي بقى ستنا مريم وارتباطها بهذا الموضوع. صح. ومعجزه من معجزات ربنا. صحيح. ست والده وفي حاله نفاس المفروض تبقى هزيله وضعيفه، يوم ربنا يقول لها وهزي اليك بجذع النخله. وجذع النخله ده بيتهز. بالضبط. هيتهز ازاي؟ وامراه زي دي في الضعف ده حتى انا اهو هيهز النخله ازاي؟ فسبحان الله. عشان كده بقى بنزلية. في ثواب لزرع النخله طبعا. ايه بقى الثواب؟ اولا كل شيء بينفع سواء كان الفول الحراتي اللي احنا شايفينه ده قدامنا. أيوه. ومثمر ما شاء الله، او كان حتى انا اسف جدا برسيم للمواشي. كل ما هو نافع للادمي او للكائن الحي داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غرس غرسا فاكل منه انسان او حيوان او طير. يعني النهارده العصفوره اللي بتنزل دي طبعا تاكل من اللي احنا قاعدين فيه طبعا. ده ايه؟ ده ثواب. انت سمع اصوات الكروان طبعاً. طبعا فدي صدقات. فالانسان لما بيجتهد في زراعه الزرع بشكل عام بياخد اجر. الزرعه دي حضرتك هتقعد كام شهر وهتخلص. لكن النخله سيادتك هتقعد عشرات السنين وربما المئات. وبالتالي النهارده اللي بيزرع نخله وفي باله انها تبقى صدقه جاريه هتمتد. وهيمتد اثرها. طبعا. وهيلاقي ثمره هذه النخله لعمره وعمر اللي بعديه. احنا هنعمر ايه في الكون يعني؟ مهما جبنا ولا حاجه. ولو عشنا 60 70 80 100 سنه هي اضعافنا. هي قاعده، وطول ما هي قاعده بتجيب وبتجيب من فضل ربنا سبحانه وتعالى. لا، وهو اتقي النار ولو بشق التمره. هي ده عمل عادي على فكرة فضيلة الشيخ. إنه يعيش العمر ده كله. ده عمل عادي. إنه ست تقوم مديها لبنتها. الله. ده احنا بنعملها كل يوم. الله. يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يخلد هذا العمل. صحيح. ويجعله لينا اتقاء للنار. الله. يعني ما بالي بقى ما ربنا يكرمني ويبقى عندي طاقة ومال واجي على جمعية زي البر والتقوى، وانا لو سمحتوا انا عايز اعمل نخلة. مش شق تمره بقى. مش رحت اشتريت كيلو تمر وبعدين وزعته على الناس. لا. ده انا بزرع. بزرع النخله اللي كل شويه هتجيب لي الثمره. صحيح. وهيستمر ثمرها وعطائها. فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام نبه الى ان وبشر
إلى أن شق التمرة ينجي من نار جهنم، ما بالنا بالنخلة الكاملة، ما بالنا باللي يزرع بستان. هل تعلم أن من الصحابة من كان يتبرع بالبستان نخل اللي كان فيه 300 و600 و1000 نخلة؟ ليه؟ لأنه يعرف أن هذا هو ثمن عتكم من نار جهنم. فأتمنى من كل حد يعني يقدر ربنا يمن عليه ويكرمه، هذا باب عظيم من أبواب الخير يا رب، عطاء كبير. أنا شايفة هنا عشرات النخل، أعتقد أن كل نخلة مكتوبة باسم حد عند ربنا. الله الله يعني الله يعني الله، كل ده بفلوس ناس بعتوها عشان يسيبوا نخلة ومش عايزين منها حاجة. صحيح. هم عايزين يسيبوها في الأرض. صحيح. تطلع وتروح لصاحب نصيبها. صحيح. الرزاية اللي بتدخل في بق حد أكيد ربنا طبع كاتبها باسم ده، طبعا تبقى في بقك وتقسم لغيرك. صحيح. الكلام بتاعنا الحلو ده حقيقي. الناس يوميا بتسألني يا فضيلة الشيخ، هو الكلام ده صح؟ أنا جيت هنا هو أنا وفضيلة الشيخ سالم عبد الجليل قاعدين وشايفين النخل بعينينا، اللي هيحط المبلغ في النخلة النخلة هتتزرع في أرض ربنا. صحيح. وهتشهد بقى له. صحيح. وتشهد لغيره. كلمة أخيرة توجهها للمشاهد اللي بيتفرج علينا. والله أنا بقول لكم زي ما بقول لنفسي، اللي يقدر يعمل الخير، مش هقول لكم يرمي البحر بقى، لا، يعمل الخير ويبقيه عند الله سبحانه وتعالى. أيوة. وإذا كان الله جل يتقبل الصدقة ويربيها لنا، فأحسب إن شاء الله الله يساهم في زرع نخلة، أو يعطي صدقة لزرع هذه الأرض المباركة وتطلع ثمرها، إن شاء الله ربنا هيربها لنا، ونلاقيها يوم القيامة جبال من الحسنات. نورتني يا فضيلة الشيخ سالم عبد الجليل، بشكرك شكرا جزيلا. وطريق الخير أوله بر ونهايته فرحة. منك ليك اللي هتعمله راجع علي، مد ايديك بالبر لغيرك، بكره البر هيرجع ليك. بر الناس على طول السكه، وازرع فرحه في كل مكان، دور ازاي ترسم ضحكه.